طب تعالى معاك برضو نشوف ارقام رونالدو، نستعرض برضو بعض ارقام رونالدو، وما زال اعتقد لغايه دلوقتي هو النجم نجم البطوله وهداف البطوله بخمس اهداف. رونالدو بيحقق دايما ارقام كويسيه زي ما اتكلمنا، يمكن بيحقق ارقام على المستوى في حته بعيده في كل البطولات يا كابتن، حتى في دوري ابطال اوروبا في مكان تاني يعني. فطبعا رونالدو بيحقق ارقام كويسيه زي ما اتكلمنا، كان كمان يمكن نفسه يكسر رقم علي داي بالوصول للرقم 110 او الهدف 110 ويكون هداف تاريخي. لكن خلينا نتكلم كمان على الجانب الاخر، ان خساره طبعا البطوله نجم كبير زي رونالدو، لكن في على الجانب الاخر هازارد الشقيق الاصغر لايدن هازارد، قام بدور اكثر من رائع، احرز هدف اكثر من رائع، دوره التكتيكي كان مهم جدا في فوز المنتخب البلجيكي على البرتغال. ده صحيح، يمكن وجود اخوه اللي اداله على فكره الاريحيه دي، لان كان يمكن المنتخب البرتغالي يهتم باثنين، كيفن دي بروين و ايدن هازارد. فهو الامور بالنسبه لهازارد الصغير كانت بالنسبه له سهله شويه، فقدر يتالق ويتحرر شويه من المراقبه اللي هي اوريدي ما كانتش عليه قوي، قدر يتحرر ويعمل ده. ويمكن يعني المنتخب البلجيكي كان عنده مشكله بس ان هو اللي اتصابوا الاثنين، اللي هو يمكن دي بروين اللي هو النهارده عيد ميلاده بالمناسبه كيفن دي بروين. فدي اصابه يعني انا شايف ان هي نتيجه يمكن ضغط الدوري الانجليزي اثرت عليه اكتر شويه مع المباراه مع منتخب بلجيكا، يمكن اثرت عليه. ان شاء الله ربنا يعني يشفيه ويقدر يكمل مع الفريق. انا شايف المنتخب البلجيكي بالمناسبه عنده طبعا ماتش صعب جدا مع ايطاليا، لو حصل وتخطاها ودي نسبه يمكن 40 ل 60، هيكمل للنهايه في البطوله دي. طبعا منتظرين كمان مباراة مهمة جدا زي ما قال محسن، مباراة على مستوى عالي جدا ما بين المنتخب البلجيكي والمنتخب الإيطالي في ربع النهائي. نطلع مع حضراتكم فاصل ونرجع سريعا مع أجواء يورو 2020.